يقول السائل: شخص أدى العمرة وتحلل من إحرامه ونسي أن يحلق رأسه، ثم ذكر بعد ذلك فحلق رأسه بعد تحلله، فماذا عليه؟ إذا حلق رأسه بنية النسك فقد أدى ما عليه وكمل العمرة، لكن يجب عليه قبل أن يحلق أن يخلع ملابس المخيطة ويعيد ملابس الإحرام، لأنه ما زال محرما، ولبسه للمخيط غلط غير صحيح. فإذا تدارك هذا وخلع المخيط وأعاد ملابس الإحرام ثم حلق رأسه أو قصر، فإنه أدى ما عليه وكملت عمرته.